أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية في سلفيد بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد سقط متأثرا بجروح أصيب بها بعد تعرضه لإطلاق نار عشوائي من قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية كفل حارس. وسبق ذلك تعرض القرية لاعتداءات من مجموعة من المستوطنين. هذا وكانت حركة حماس أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت في الضفة الغربية 18 فلسطينيا بينهم 2 من قياديها. مشاهدينا، للمزيد معنا من القدس مراسلنا أحمد جردت. أحمد، بداية صباح النور. صباح الخير ليالي. إذا إسرائيل تواصل التنكيل بالقانون الدولي، بالاتفاقات وكافة التشريعات الدولية التي تضمن للفلسطينيين حياة كريمة. موت المواطن الفلسطيني أو استشهاد المواطن الفلسطيني يوم أمس، محافظ المدينة قال إن لا شيء كان يبرر القتل. ماذا لديكم مزيد حول هذه العملية الإسرائيلية الجديدة؟ نعم ليالي، الشهيد الشاب مصطفى أبو يعقوب استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بحسب مصادر محلية من قرية كفل حارس في محافظة سلفيد شمال الضفة الغربية. وأيضا أكد هذه المعلومات رئيس البلدية بأنه لم تكن هناك أي شيء يدعو لإطلاق النار، وأن قد تمت عملية إطلاق النار على الشهيد وفتى آخر دون وجود أي شيء، وأن قوات الاحتلال خلال الأربعة أيام الماضية كانت تقوم بإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة. إذن شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف اليوم، وهذا ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية. وتمت أيضا إصابة شاب آخر بجروح في منطقة الفخذ، وبحسب كل المصادر المحلية في تلك المنطقة أكدوا أن لم تكن هناك أي مواجهات، لم يكن هناك أي شيء، وأن ما جرى بما كان تم إطلاق النار دون وجود أي مبرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما دعا محافظ سلفيت إلى تحميل الاحتلال لمسؤولية استشهاد هذا الشاب، واعتبار ما جرى جريمة من ضمن سلسلة جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. أحمد، إضافة إلى ذلك، حملة الاعتقالات التي طالت إذا فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة 18 فلسطينيا، قالت حماس إن بينهم 2 من قياديها. ما أسبابها؟ نعم، يعني قامت قوات الاحتلال في الأيام الماضية بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، من بين هؤلاء المعتقلين قياديين في داخل حركة حماس، هناك أيضا طلبة في الجامعات الفلسطينية، وشملت عدة أعمار. حركة حماس اعتبرت بأن هناك استهداف للقياديين واستهداف لكوادرها في الضفة الغربية، لا سيما بأنه من بين المعتقلين كان قياديين بارزين، من بينهم حسين أبو كويك وهو قيادي بارز في الحركة، إضافة إلى أشخاص آخرين. هذه سلسلة الاعتقالات تأتي ضمن حملات تقوم بها فعليا قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي من اقتحامات متواصلة لمدن الضفة الغربية واعتقالات متواصلة، حيث أنه لا يكاد يخلو أي يوم دون حملة اعتقالات في إحدى مدن أو قرى الضفة الغربية المحتلة ليالي. نعم أحمد، هي سياسات تأتي مع أن وباء كورونا ما زال يستفحل بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل على حد سواء. يوم أمس بالأراضي الفلسطينية 262 إصابة جديدة، مع العلم أن الحكومة أغلقت الأراضي الفلسطينية. اليوم هو ثالث يوم من الإغلاق، وحملت إسرائيل مسؤولية تفشي جديد للوباء، أليس كذلك أحمد؟ يعني هناك تواصل في تسجيل مئات الإصابات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية بفيروس كورونا في الأمس، وخلال التحديث اليومي تم الإعلان عن إصابة أكثر من 260 حالة خلال 24 ساعة الماضية. هذه الحالات تتركز حاليا في محافظتين، محافظة القدس وأيضا في محافظة الخليل. هناك يعني كان قرار من الحكومة الفلسطينية بإغلاق الضفة الغربية لخمس أيام إضافية من أجل محاولة لكسر سلسلة انتشار الوباء، لكن حتى الآن بشكل شبه يومي تسجل أكثر من 250 حالة، وهذا يعني بأنه ربما تطرح الحكومة الفلسطينية إغلاقا آخر. ولكن هناك الكثير من المعيقات أمام تنفيذ الحكومة الفلسطينية لهذا الإغلاق أو لمحاولة ضبط انتشار فيروس كورونا، لأنه لا سيما مع تحلل السلطة من الاتفاقيات ووقف العلاقات مع إسرائيل والتنسيق الأمني والتنسيق المدني، فحاليا
تمنع إسرائيل الحكومة الفلسطينية من نصب حواجز في مناطق بي والتي تشكل مناطق بي ومناطق سي تشكل أكثر من 60% وأكثر عفوا من 80% من مساحة الضفة الغربية، وما تسيطر عليه حاليا السلطة وتقوم بإغلاقه وفرض الإغلاق عليه هي مناطق ألف وبالتحديد المدن الفلسطينية، أي ما لا يزيد عن 18% من مساحة الضفة الغربية. اليوم ستتوجه وزيرة الصحة الفلسطينية إلى محافظة الخليل، لا سيما بأنها المحافظة التي تشكل ارتفاعا واسعا في عدد الإصابات وحالات الوفيات، لا سيما مع تسجيل وزارة الصحة لحالتي وفاة جديدتين في المحافظة، محافظة الخليل، يرتفع حالات الوفاة منذ انتشار فيروس كورونا في فلسطين إلى نحو 27 حالة وفاة في فلسطين. هذا الازدياد يقابله قرارات حكومية، ولكن حتى الآن هناك تخوفات من إمكانية عدم السيطرة على الفيروس، لا سيما في محافظات بعينها كالقدس والخليل. بخصوص إسرائيل، إسرائيل تتواصل تسجيل أرقام قياسية مقارنة في بداية انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي، حاليا تسجل بشكل يومي أكثر من 1400 إصابة. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 1400 إصابة جديدة، وهذا يعطي مؤشر خطير لوزارة الصحة الإسرائيلية، لا سيما مع استمرار القرارات الحكومية الإسرائيلية بمحاولات الحد من الانتشار، ولكن هناك من يهاجمها بأنها لم تتخذ القرار السليم بالإغلاق وبأنها قامت بفتح المناطق وإعادة الحياة إلى طبيعتها قبل ذلك يعني بشكل مسبق، مما أدى إلى هذا التفشي الواسع والكبير. حاليا إسرائيل أعلنت عن عدة أحياء وعدة مناطق صنفتها بالحمراء، ستفرض عليها قيود، ستدخل هذه القيود منذ بعد ظهر اليوم، منها أحياء في مدينة القدس، أحياء في المركز. هذه الأحياء ستفرض عليها قيود خاصة في محاولة لمنع تفشي الفيروس. هناك أيضا في المقابل أعلن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سلسلة من المساعدات الاقتصادية، لا سيما بأن الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة الماضية تضرر بشكل كبير وأثرت أزمة كورونا عليه بشكل حاد. ربما ما دفع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية إلى فتح وعودة الحياة إلى مجاريها بشكل سريع هو خوفه من تدهور الاقتصاد أكثر فأكثر. لذلك فضل الاقتصاد في الفترة الماضية على الصحة، والآن بحسب مراقبين هو يدفع فاتورة هذا التفضيل بأعداد تسجل بشكل شبه يومي أكثر من 1200 و1300 إصابة، ليصل عدد إجمالي الإصابات النشطة في إسرائيل أكثر من 16,000. هذا مع العلم أحمد إذن أنه إسرائيل فرضت ارتداء الكمامة أصبح إجباريا إذن لمن يريد أن يخرج من المنزل. وباء كورونا أتى ليزيد مشقات بنيامين نتنياهو بالائتلاف الحكومي الحاكم داخل إسرائيل. أحمد جرادات مراسلنا من مدينة القدس، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات.